طبعا كما تشاهدون نحن الآن في مخيم المسيرات وبالأخص من مكاننا الاستهداف أو من مكان أو القوة أو الخاصة هنا. هذه مركبة القوة الخاصة التي تم دخول فيها إلى مخيم المسيرات. كما تشاهدون هذا الدمار الذي خلفه الاحتلال الصهيوني عندما داهم هذا المخيم المليء بالمدنيين. كما تشاهدون مجزرة في هذا المكان. هنا المدنيين تبحث عن بعض من احتياجاتهم البيتية. على ما أعتقد هنا استهداف برضو صاروخ آخر. هذا المشهد بالكامل كما تشاهدون في الصورة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أكثر من 55 شهيد لحتى الآن أخرج من هذا المكان، معظمهم مدنيين كما تشاهدون.